Star of Youth Songs ناجي أسطى، مساء الخير لك عبر Music Nation ومن مباشرة من حفل جوائز الميركس. مساء النور لك. خبرنا شوي رأيك بحفل الليلة، وبما أنك رح تستلم جائزة ميركس لأول مرة. يعني لأول مرة كتير بيعني لي الموضوع، وشو ما كان عن حياة لفقة، يعني حتى عن نجم الأغنية الشبابية، فكتير بيعني لي الموضوع، خاصة أنه هذه سنة 12 للميركس. يعني أنا كنت لما أحضر أول سنة وتاني سنة الميركس ما كنت بعني بهذا الدومان، يعني فبالنسبة لي هيدا حلم وقدرت حققته، فإن شاء الله كامل يعني بهذا النجاح يا رب. شو عم تحضر؟ أعمال غنائية مرتقبة جديدة، كليبات، شو جديدك؟ هلأ في أغنية كمان جديدة من ألحان هشام بولس، كلمات منير أبو عساف، توزيع داني حلو، يعني كمان عنوانك الزابي أنت، يعني مثل العناوين اللي كنت أعملها، يعني بتعرف أنا أخذت ستايل معين بالأغاني، فإن شاء الله يعني كمان تلاقي النجاح اللي حققته باقي الأغنيات. نتمنى لك سهرة مميزة. ميرسي لك. ثانك يو.